الكورس بتاعنا ده ان شاء الله انا هقدر اخدك بايدك كده ونبدا اعرفك يعني ايه النورمال اوكلوجن وتقدر تفرق بينه وبين المال اوكلوجن. تعرف اسباب المال اوكلوجن وبالتالي تقدر تعمل تشخيص صح للحالات عن طريق السفالومتريك اناليسيز والكاست اناليسيز والفوتو اناليسيز والكلينيكال اناليسيز. وبكده تبقى قادر انك تكتشف مشكلة المريض ايه وتقدر تتعامل معاها بعد ما تعرف الأورثودونتيك ماتيريال والانسترومنتس والابلاينس، بعد ما تعرف جزء كبير جدا في البايوميكانكس، بعد ما تعرف ازاي تعالج كلاس 1 او كلاس 2 او كلاس 3 سواء كان جروينج بيشنت او نون جروينج بيشنت، وبعد ما بتخلص العلاج ازاي تفنش العلاج بتاعك صح بحيث بيدي الشكل والقيمة اللي احنا عايزينها منك في العلاج، وبعد كده تقدر تعمل ريتينشن صح عشان ما يحصلش ريلابس عندنا. ده الهدف بتاعنا. هنقدر نتعلم جزء عملي كويس جدا في الكورس، هتقدر تشتغل بايدك حالات، تقدر تشوف بعينك حالات، تقدر بعد ما تنتهي من الكورس انك تتابع معانا على موقعنا الحالات اللي بتجيلك في العياده كلها ككونسلتيشن، ان احنا بنقول لك التريتمنت بلان بتاعها، ان احنا بنقول لك اي كومبليكيشن ازاي تغلب عليها، وان شاء الله بكده تقدر تعالج الاورثودونتيك بيشنت بتاعك سيفلي فور يو اند سيفلي فور ذا بي. هكون معاكم الدكتور محمد حلمي and this is SPC online academy. We'll be right back.